سمير. هتكلم مين؟ امي سمير. ليه هتقول لها ايه؟ هنقولها الولد الاحمر الصغير مش عايز يروح الدرس. الو يا بس وانت عندنا بقى كل الولد محمد وقاله مش عايز يجي الدرس، وانت خدي معاك. يلا 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 سام، نكلم مين؟ انت قفلت معاها ليه؟ ما تسألها، قولها ان انا عندي درس بكرة ولا لا يا ميس. ميس امير بس، وانا عندي درس بكرة ولا لا؟ ما عنديش يا علاوة يا علاوة. ايه ما عندكش؟ ايوه. لا يا ابني عندك يا ابني درس بكرة. عندي لا ماشي بقى عندي. عندك ولا ما عندكش؟ عندي، قفلت على وشك. هنكلم